لي والدة كبيرة لا تسمع ولا تتكلم منذ ولدت، وإنما نكلمها بالإشارة، ولا تعرف أن تصوم ولا تصلي، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ وما الواجب نحوي وأنا ابنها الكبير؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأصم والأخرس يعلم بالإشارة، كثير من هذا النوع موجودون بين المسلمين، وهم يصلون ويصومون ويؤدون العبادات بالتعليم والإشارة، فعليكم أن تعلموها بالإشارة، وأن تصلي النساء عندها، تصلي مع النساء حتى تتعلم، ولا تتركوها بدون تعليم بحجة أنها لا تسمع وأنها لا تنطق، بل علموها بالإشارة وبالعمل أيضا، أن تصلي النساء عندها ويكررن ذلك حتى تتعلم. نعم.